بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آيات وحكايات. حلو قوي إن الواحد يبقى مع ربنا، وحلو قوي إنه الواحد يتبهدل عشان ربنا. كل القديسين وكل الشهداء كانوا راضين إنهم يتبهدلوا في الأرض عشان ربنا. حلو قوي إن الواحد يقول لربنا يا رب مرمط بيا الأرض زي ما أنت عاوز هنا، بس في الآخر أخش عندك السماء. إحنا كتير قوي بننسى الحتة دي، إن في سماء وفي أبدية. لكن في واحدة ما نسيتش خالص. الواحدة دي كانت ملكة، كانت ملكة ظنونة أمورة، والشعب بيعبدها عبادة، بيحبها جدا. ليه؟ تدي الفقير والمحتاج، ومرتبطة بالناس كلها ونازلة لتحت خالص، وكانت المسيحية عندها مسيحية حقيقية. في مسيحيين كتير بس مش حقيقيين، هي كانت مسيحية حقيقية. وبرغم كل اللي بتعمله من قداسة، جت في يوم من الأيام وقالت أنا بقدم إيه عشان ربنا؟ أنا مش زي الشهداء والقديسين، أنا مش بتبهدل خالص عشان ربنا، أنا نفسي أجوع، نفسي أعطش عشان خاطر يسوع. فقررت إنها تسيب الملك، وراحت كاتبة ورقة كبيرة كده وسابتها على السرير بتاعها. لمين؟ للبابا. وقالت له سيدي قداسة البابا، لقد أحسست أني ملكة ولي كل الكرامة، ولكني أريد أعيش بلا كرامة لأجل سيدي وملكي يسوع المسيح. أرجوك يا أبي تأخذ بالك من رعاية الشعب كله، وتضع لهم ملكا طيب القلب ينفعهم، ويبقى حنين عليهم ورحيم، ويعطي الفقراء والمحتاجين، أما أنا فصلي من أجلي. وراحت الملكة أناسيموندي، دخلت المطبخ وجابت هدوم بتاعت واحدة من الناس اللي بتشتغل عندها في المطبخ، قلعت هدوم الملكة ولبست الهدوم التانية ومشيت بشبشب، وخدت معها شوية مية ومشيت في اتجاه الصحراء. عدت البلد بتاعتها كلها ودخلت في عمق الصحراء، وقعدت ماشية طول الليل في الصحراء مع إنها ملكة وجسمها رقيق وحنينة قوي، لكن هي خلاص قررت انها تعيش من اجل المسيح. فضلت تمشي 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 في الصحراء. طبعا النهار طلع، الشمس زادت، الشمس بتحرق جامد قوي، كل شوية تقعد تحت صخرة وعرقانة، والعرق عمال يزيد وهي عمالة تمشي. شبشب ابتدى يتقطع، الصخر ابتدى يخش جوه رجلها، رجلها ابتدت تدمي وهي ماشية في الصحراء. طب رايحة فين يا أناسيمون؟ مش عارفة. وفضلت أناسيمون ماشية في الصحراء لغاية ما تاهت تماما، مش عارفة هي فين أصلا. اللي بيعمل كده هو دول السواح. السايح هو إنسان تاه بمزاجه في عمق الصحراء ومعرفش يرجع تاني، وهو مؤمن أن المسيح سيعوله، وهي كان عندها الإيمان القوي ده. فضلت ماشية في الصحراء جامد جدا لغاية ما المية خلصت منها وكل حاجة خلصت، بقتش لاقية تاكل. في الكام يوم الأولانين بقت تدوخ وتقع يمين وتقع شمال، وهي ماشية برضو في الصحراء بتحاول، وتقعد تحت جنب تحت أي صخرة شوية، ولقيت شوية أعشاب في البرية اللي بيأكلوها الجمال والحيوانات البرية، ابتدت هي تاكلها، وربنا خلاها في بقها طعمها زي السكر مع أنها مرة جدا. قعدت تاكل أناسيمون، وعشان تشرب بقت تقطع من جلابية اللي عليها وتحطها على الصخرة وتستنى المية تنزل عليها، والصبح الندى تحطه على شفايفها كأنه مية. شهور عدت، سنين عدت، وأناسيمون الرقيقة الجميلة في البرية لوحدها ابتدت تشوف حيوانات البرية المفترسة جاي عليها، أسد ترشم عليها الصليب يجي يركع تحت رجلها ويلحس رجليها، جاي عليها نمر، جاي عليها تعبان، جاي عليها وحوش البرية. صلواتها كانت قوية وتخلي أي حيوان يجي تحت رجلها ويركع. سارت الملكة أناسيمون ملكة للحيوانات ووحوش البرية، كانت تنتصر على أي حرب للشيطان. تفتكروا ما جالت لهاش حروب؟ كم مرة جالها الشيطان وقال لها أنت مجنونة، ضيعت الملك وجاية تترمي في الصحراء، هتموتي زي البوبي ومحدش هيسأل فيكي ولا حد هيعرف عنك حاجة. قالت له ماله، المهم أن أنا عايشة مع المسيح يسوع، ما
وأصلي ليل ونهار وأرفع قلبي بكل جوارحي في كل لحظة وأقوله بحبك يا رب. لما عاشت كام سنة في البرية وبقت دخلت في التلاتينات من عمرها، قالت إيه ده، أنا سبت مملكة البني آدمين عشان أبقى ملكة للوحوش، أنا عاوزة أتبهدل من أجل اسم يسوع. قعدت ماشية في البرية وبإرشاد الروح القدس وصلت لغاية دير للعذارة، دير للراهبات، وكان زمان أديرة الراهبات في الصحراء برضو زي الرهبان. فجت ترن الجرس، قالت آه لو رنت الجرس هيقولوا أنت مين وجاية منين ومش عارف إيه، وهي مش عاوزة تعرف أي حد أي حاجة. فمسكت طوب ولا صخر يعني حجارة وابتدأت ترميها على البوابة بتاعت الدير الضخمة. كان زمان كده في البوابة حتة ويندو صغير كده، شباك صغير، فتحته الأم الراهبة عشان تشوف إيه اللي بيخبط بره ده. لقيت بنت شكلها أمور بس يعني مش نظيفة خالص، وشعرها متبهدل خالص، وجسمها يعني الجلابيه اللي عليها متقطعة خالص يعني، يعني مسكينة جدا. طلعت تجري على أمنا الرئيسة وقالت لها دي بنت صغيرة، واحدة ست صغيرة كده يعني معرفش عندها كم سنة، بس هي قولي في بداية التلاتينات كده ولا حاجة، تصعب على الواحد خالص، وعملت وبين عليها عبيطة ولا إيه، عملت خبط في الباب بالصخر بالحجارة. أعمل فيها إيه يا طماب؟ طماب قالت لها لا يا بنتي دخليها لحسن وحوش البرية تاكلها، هي ما تعرفش إنها دي إيه، ملكة الوحوش. دخلت أناسيمون ورا الباب على طول، كان في كوم للزبالة، راحت اترمت على الكوم، يشدوا فيها يمين شمال مفيش، مش راضية تتحرك. قالوا يا عيني دي باين يعني عقلها مش مظبوط شوية، طب الصبح نبقى نشوف بكرة نعمل فيها ايه. سابوها، قامت الصبح بدري قبل ما اي حد يقوم وقبل التسبحة، نظفت الدير كله وطرقات الدير وشالت الزبالة وحطت مية في كل مكان كأن مثلا هي دي شغلتها. صحي الصبح الأول عملت شغل كتير قوي، قالوا واو مش معقول، يا البنت اللي هي الغلبانة دي اللي مش بتعرف حاجة قدرت تعمل ده كله. فالأمهات قالوا خلاص خلوها قاعدة في الدير، أي بتخدم وخلاص يعني، اسمك ايه ما بتتكلمش، جاية منين ما بتتكلمش، تعرفي مين ما بتتكلمش، إزاي جيت الصحراء ما بتتكلمش. فقالوا عيني يبقى هي ايه، جايز خرصة مثلا ومخها مش طبيعي، فكأنها يعني هبلة كده شوية، وخلاص خليها بقى وخلاص. وفضلت كذا سنة أنا سيمون تصحى الصبح تنظف الدير كله وطرقات الدير وتحط المية، ومحدش يعرف عن حياتها حاجة غير إنها بتبات على كوم الزبالة وبتاكل من الزبالة. وعاشت كذا سنة محدش يعرف سرها، لغاية ما جه الأنبا دانيال أو الأب دانيال قاموس شهيد، وكان هو قاموس واحد اللي أب اعتراف الرهبان والراهبات في البرية كلهم، ويعدي على دير يصلي لهم. راح هو وتلميذه للدير بتاع الراهبات ده، قابلوا بالترحاب والدف والفرح بقى ان أنبا دانيال كان راجل قديس، فدخل وصلى معاهم واحتفلوا بيه جدا. وهو قاعد سأل تماف او رئيسة الدير، قولي لي يا تماف هما الناس اللي قاعدين دول هما كل البنات اللي عندك؟ قالت له ايوه يا ابونا. قال لها ما عندكيش بنات تانية؟ قالت له لا ما عنديش، هما دول بس. راح مأكد السؤال تاني، قال لها ولا بنت تانية في الدير؟ قالت له اه في بنت يعني حتى مسمينها الهبيلة لانها مش بتفهم قوي وما بتتكلمش وبين ما بتسمعش، ما نعرفش عنها حاجة، لقيناها في الصحراء وخفنا انها تموت في الصحراء فدخلناها، ولكن هي قاعدة على كوم الزبالة اللي بره ومش راضية تتحرك خالص، وحاولنا معاها لكن ما فيش فايدة. قال طب ممكن اشوفها؟ قالوا له تعالى. فطبعا هو مشي وتلميذه وراه وكل الراهبات ماشيين وراه، وراحوا لغاية عندها وهي حاطة وشها في الزبالة ومش راضية ترفع راسها خالص، يقولوا لها بصي ده الأنبا دانيال ده قديس ده خدي بركته، وهي حاطة في وشها في الزبالة وما فيش. ويحاولوا معاها وبعدين يقولوا معلش يا أبانا أصلها بس بين مخها مش مظبوط شوية سامحها يعني.
وبعدين ايه قال لهم طب سيبوها في حالها وخلاص. وراح كل واحد دخل قليته، وأما دانيال دخل أوضة الضيافة بتاعته وتلميذه جنبه. في نص الليل أما دانيال صحى تلميذه قال له تعالى وريك القديسة الهبيلة، أو اللي بيقولوا عليها الهبيلة دي، اللي بيقولوا فقد عقلها، تعالى فرجها لك. فقال له ما تعملش صوت خالص، مش عاوزك تعمل أي صوت، امشي على طراطيف صوابعك. فمشي على طراطيف صوابعه، وصلوا في حتة في زي بلكونة كده يقدروا يشوفها فيها المكان اللي فيه كوم الزبالة. فتلميذه فتح بقه وما صدقش روحه، ليه القديسة الملكة أناسيمون واقفة في وسط الزبالة كأنها لهيب نار وحواليها نور قوي جدا والملائكة حواليها والصلاة طالع من بقها عامل زي النار طالع للسماء على طول. قال له مش ممكن مش ممكن، هي دي اللي كنا بنحاول نقومها؟ قال له شش ما تعملش صوت. فضلوا يبص عليها، وبعدين ابونا دانيال قال لتلميذه روح صحي الام الرئيسه خليها تيجي تبص. فراحت الام الرئيسه جايه على طراطيف صوابعها، شافت قعدت دموعها تنزل ما صدقتش روحها. دي الهبيله هي دي؟ ومحدش يعرف عنها حاجه. فراحت تماف بعتت لأمنا تانية وأمنا تالتة وأمنا رابعة، وجات معظم الأمهات شافوا المنظر، القديسة الهبيلة واقفة زي النار وملتحفة بالنور وكأنها ملك من السماء. وأول ما تسمع أي صوت تقوم رمية نفسها في وسط الزبالة وتطفى النور وكل حاجة تهدى تاني عشان ما حدش يعرف سرها. أمهات كلهم اللي شافوا واللي ما شافوش جابوا شموع ونزلوا ليها يبوسوا ايديها ويبوسوا رجليها ويقولوا لها سامحينا يا أمنا، احنا ما كناش نعرف انك قديسة حلوة قوي كده في وسطينا، واحنا فعلا كنا وحشين معاكي قوي سامحينا. وكانوا يبكوا لانهم فعلا ما صدقوش ان كان في وسطهم قديسة عظيمة وسائحة في البرية عظيمة زيها، وكانوا يلقوا عليها اسم الهبيلة. وهي قعدت تبكي وتبص للأنبا دانيال وتقول له ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ ليه عملت كده وفضحتني؟ فراح أنبا دانيال قال لهم خلاص سيبوها كده، هي حاولوا يخدوها بكرامة، قال هي ما قبلتش الكرامة ولا المجد وفضلت قاعدة في الزبالة وما رضيتش تتحرك. فراحهم كلهم إيه رايحين لمكانهم تاني وهم بيبكوا، كل واحدة قد نخسوا في قلوبهم بسبب إنهم ما كانوش بيهنوها ولا بيعذبوها، لكن ما كانوش بيكرموها الكرامة اللائقة بيها. يعني صحي الصبح بدري عشان تسبحها، وكلهم جريوا على المكان بتاعها لقيوها مش موجودة، برغم ان الدير مقفول ما كانتش موجودة، وسايبة ورقة كبيرة قوي على بوابة الدير بتقول لهم يا اخواتي لقد رأى الرب يسوع انني لا استحق ان اكون بينكن، فطردني من ها هنا هذا المكان المقدس الذي أنا كنت أعيش فيه معكم. ليس بينكن مهرجة أو أي واحدة فيكم بتجرح مشاعر جرحت مشاعري، كلكم حلوين حنينين طيبين، كلكم ملائكة وقديسين، ولكني أنا لم أكن أستحق التراب الذي تمشون عليه، فخرجت من ها هنا لأني غير مستحق الجلوس بينكن. واختفت القديسة ولم يعرف منها عنها أي حد أي حاجة. خرجوا الراهبات في البرية يدوروا يمين وشمال ولم يجدوها نهائيا، واختفت تماما. وتتكمل سيرة القديسة أناسيمون القديسة العظيمة دي إزاي؟ يقول لك فكان هناك في الأسكندرية كاهنا وقورا قديسا ذهب لكي يصلي. امتى بقى؟ يوم خميس العهد. يوم خميس العهد السواح بيتجمعوا عشان يصلوا قداس مع بعض. فأبونا ده في اسكندرية راح الكنيسة بتاعته يفتح الكنيسة عشان هيصلي خميس العهد وما فيش حد، فاشتم رائحة بخور في الهيكل. طبعا احنا ما فيش بخور، اسبوع الألام ما فيهوش بخور خالص، فشم ريحة بخور جامدة قوي في الهيكل. قال ايه ده؟ يكون نسينا حاجة مولعة ولا حاجة. جري على الهيكل
لقى هناك رجل قديس شيخ وقور يقف في الهيكل المظلم ده، فعمل له مطانية، افتكروا انه ملاك ولا حاجة، فقال له يا ابي انا انسان زيك بالظبط، ما تعمليش مطانية ولا حاجة، انا جاي بس علشان اخد البركة علشان نصلي القداس. ومعناها ياخد البركة اللي هو ياخد ايه، جاء الخبز والخمر علشان يصلي القداس. فطبعا ابونا يعني اتلهف كده، نقول له قوي قوي جدا جدا، الحمل موجود اهو، خدوا يا ابانا احنا ممكن نعمل حمل تاني، خدوا وخد معاك الابركة اهو وصلوا عني. وفي كل سنة يجي الابونا ده في خميس العهد يلاقي الابونا التاني واقف جوه يديله الخبز والخمر. في مرة الكاهن المتزوج ده اشتاق جدا انه يروح مع الاب السايح ده، فقال له هل لي أن آتي معك يا أبي لكي أصلي مع الآباء؟ قال له هسألهم. وجاله في يوم، مش هو خميس العهد في نص السنة كده، وقابله قال له لقد وافق الآباء، فأعد نفسك في خميس العهد الجاي، أنا استناني بالخبز والخمر على مشارف الإسكندرية على الصحراء يعني، وأنا هجي لك أخدك. فيقول المخطوطة كده ذهبت أنا الكاهن الحقير إلى مشارف الأسكندرية حيث الصحراء الواسعة، ونظرت يمينا وشمالا ولم أجد أمامي أي أحد، وظننت أنه لن يأتي ولن يأخذني، ولكن فجأة وجدته بجانبي وقال لي يلا يا أبي علشان أخدك تصلي معنا. يقول مسكني من يدي ومشينا بضع خطوات، كم خطوة كده، ولقيت نفسي كأن الأرض بتجري من تحتي جامد جدا. وبعدين وصلنا بسرعة رهيبة إلى مكان في الصحراء معزول تماما، ورحنا لحفرة صغيرة كده دخلنا فيها، أتريها كنيسة تحت الأرض واسعة جدا ومتغطية تماما بالرمال، وكانت ملقانة بالشيوخ الوقورين جدا، كل واحد قاعد مكانه ما بيتكلمش خالص، وكان بينهم هناك شيخا وقورا أجرودي. أجرودي يعني ما عندوش دقن، واحد شيخ انت عارفين اللي ما يبقاش عنده دقن يعني، ولكنه ملقان بالقداسة. فأنا رحت أنا كمان، أبونا ده بيحكي، عملت له مطانية وخدت بركته وسلمت عليه بحرارة، وحضرنا القداس مع بقية الآباء، وكنت أعيش في السماء في هذا القداس المبارك. يقول إيه بقى، وفي نهاية القداس بعد أن تناولنا الجسد والدم، وجدت أن كل واحد منهم يشاور للآخر بطريقة في منتهى الوقار ويخرج ويختفي. وجاء علي الدور، فإذا الأب اللي معايا قال لي تعالى رجعك تاني اسكندرية، فقلت له يا أبي هل من الممكن أن تتركني ها هنا؟ كان عاوز يعيش في الصحراء يعني. فقال له لا، انت ليك رسالة لازم تكملها، والناس مستنيينك عشان توصلهم السماء، تعال يا أبي رجعك مكاني. فيقول فكما أتينا هكذا عدنا، أخذني من إيدي ماشي بي بضع خطوات، حسيت الأرض بتجري ورايا، وإذا بي عند باب الكنيسة بتاعتنا، واختفى هذا الشيخ الوقور. وهو خارج من الكنيسة سأل، قال له من هذا الشيخ الوقور الذي الكل يأخذ بركته؟ قال له ألا تعرف هذه؟ إنها الملكة السائحة، الملكة أناسيمون، أكبر سائحة في البرية. وهي دي الحتة الجزء الأخير اللي سمعنا بيه عن الملكة أناسيمون السائحة، أو اللي هم بيدعوها بعض أحيان القديسة الهبيلة. طبعا ما حدش عارف بعد كده حصل إيه، تنيحت بسلام والأباء السواح دفنوها وكده، لكن قد إيه ملكة عظيمة، سابت كل الملك، كل الفلوس، كل الذهب. شوف احنا بنعمل ايه بقى، بنقعد نفكر في الفلوس والذهب والعظمة والمكانة بتاعتنا دي، سابت ده كله عشان الحاجة الى واحد هو ربي يسوع المسيح وملكي وإلهي. هي قالت هو ده اللي انا عاوزاه، وفعلا كان هو ده شبحها، وهو ده اللي وصلها السماء. يا رب يدينا كلنا، احنا مش هنبقى سواح يعني، ربنا يديكوا كلكم تبقوا سواح يعني، لكن على الاقل نبقى
حاطين السماء والأبدية قدام عينينا وما نفضلش نلهث وراء ذهب ومال ومجد وكرامة. كل ده هيروح وفي الآخر هيبقى الحاجة إلى واحد يسوع المسيح، له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.